بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وأنا اليوم أحببت أن أتخلل دروس رياض الصالحين مع هذا الحدث العظيم المبارك، حادثة الإسراء والمعراج، أو إن شئت فقل معجزة الإسراء والمعراج. هذه المعجزة الباهرة في هذه المعجزة المباركة في السنة الثانية عشرة من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أسري صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، فأسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة ليلا على الحقيقة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، حتى وصل إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، فربط البراق بحلقة باب المسجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، وصور الله تبارك وتعالى له أجساد الأنبياء، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإن كانوا في السماء ولكن الله تبارك وتعالى بقدرته صور له الأنبياء وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى المسلمين مردا جميلا. ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، ومعلوم أن الخمر في هذا الوقت كانت حلال، لم تحرم بعد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة اختار اللبن وفضل اللبن على الخمر صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل عليه السلام: هديت الفطرة، هديت الفطرة. وقد اتفقت علماء الإسلام أو علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق ولا داعي للتكذيب بهذا الحدث العظيم المبارك. فاتفق المسلمون أن الإسراء حق. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يحكي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء به فيقول: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، صلى الله عليه وسلم. البراق دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء حتى نتعلم الأخذ بالأسباب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. إذن آدم عليه السلام في السماء الدنيا، في السماء الأولى. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي. فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إلي؟
قال قد بعث إلي ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. إذا سيدنا يوسف عليه السلام في السماء الكام يا جماعة؟ في السماء الكام؟ السماء الثالثة. في السماء الثالثة، نعم. نحن نذكر هذه القصة المباركة، قصة الإسراء المعراج، ولنحيي هذه القصة المباركة في نفوسنا. فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، قال إذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نص الجمال، صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، سيكون على جمال سيدنا يوسف عليه السلام. أنت إذا ربنا كتب لك أنك تكون من أهل الجنة، وأنت إن شاء الله هتكون على جمال سيدنا يوسف عليه السلام. وفي سن سيدنا مين؟ من يعرف؟ في سن سيدنا يحيى عليه السلام 33 سنة، ما فيش في الجنة عجوز. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا. فإذا أنا بإدريس فرحب بي، فرحب ودعا لي بخير. ولذلك قال الله عز وجل عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، لأن سيدنا إدريس عليه السلام في السماء الرابعة رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا. فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السادسة صلى الله عليه وسلم فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا. فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. الله أكبر. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70 ألف ملك لا يعودون إليه. الله أكبر. البيت المعمور في السماء السابعة، كل يوم يدخل 70 ألف ملك لا يعودون إليه. عشان تعرف إن ربنا محتاج عن عبادتك سبحانه وتعالى. له ملائكة يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. له ملائكة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أطت السماء وحق لها أن تطيت ما فيها موضع 4 أصبع إلا وملك ساجد لله تبارك وتعالى. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. السدرة المنتهى، أتعلمون أيها الأحبة لماذا سميت بالسدرة المنتهى؟ اسمها كده لمن يعرف؟ لأن علم الملائكة ينتهي إليها. اسمها سدرة المنتهى لأن علم الملائكة خلاص بيقف هنا عند سدرة المنتهى خلاص. بعد سدرة المنتهى ما هماش عارفين اللي بعد سدرة الإيه؟ المنتهى. سبحان الله. وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. حدش يقدر يوصفها من جمالها ومن شكل هذه الشجرة المباركة، شجرة السدر. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة، 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد. رب العزة سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها، وانظر إلى كرم الله تبارك وتعالى، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، انظر إلى كرم الله عز وجل، فإن عملها كتبت له إيه؟ 10 حسنات. ومن هم بسيئة، هو بس نوى السيئة من جواه، نوى إنه يعمل شيء مش كويس، فلم يعملها، لم تكتب له شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. انظر إلى كرم الله عز وجل في كتابة الحسنات وفي كتابة السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وقد رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في السماوات جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وصعد به إلى السدرة رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وصعد به إلى سدرة المنتهى، وكلمه الله عز وجل وقربه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهنا دليل المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. انظر إلى أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما زاغ بصر وهو في هذا الموقف هنا وهناك، كمن يدخل قصر أو يدخل فيلا أو يدخل أي مكان ما أو حديقة ينظر هنا وهناك، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، وقف كالمتأدب بين يدي ربه عز وجل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلما أصبح الحبيب صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وآذاهم له، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا: لو أنت صادق أوصف لنا كده بيت المقدس. طبعا في هذا الوقت صاروا يضحكون على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى صار منهم من يصفر، ومنهم من يضرب على رأسه من شدة الضحك، ومنهم يعني كأنهم يعني سمعوا شيئا عجيبا يستحال أن يصدق. ولكن عندما ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحكوا له أن صاحبك قال كذا وكذا، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال: إني لأصدقه في خبر السماء غدوة وروحا. يبقى ما صدقوش في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، أو حادثة الإسراء، سبحان الله العظيم، ولذلك سمي بالصديق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اسمه الحقيقي عبد الله ابن أبي قحافة، سمي بالصديق لتصديقه الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وسمي بأبي بكر لتبكيره في الدخول إلى الإسلام، فهو من أوائل الذين دخلوا الإسلام، وبمجرد أن دخل الإسلام دعا أصحابه إلى الإسلام، وكان منهم يعني منهم 5 من العشرة المبشرين بالجنة. فهؤلاء كذبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وآذوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يصف لهم بيت المقدس، لو أنت صادق أوصف لنا بقى كده إيه بيت المقدس. فجلاه الله تبارك وتعالى، جلاه الله عز وجل له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته، كأن جبريل عليه السلام جاءه وهو يحمل بيت المقدس والحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر ويصف لهم ما في بيت المقدس، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، لأن كل ما يقول حق وصدق صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم عن عيرهم في مصراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير التي يقدمها، وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. وقد استعظمت قريش ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن القوافل كانت تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منه، فكيف يتسنى لرجل يمضي ويعود في جزء من ليلة؟ لذلك كذبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، يستفاد من هذه القصة المباركة التي نريد يعني أن نحيي هذه القصة في نفوسنا وفي نفوس الأبناء، رقم 1 بيان الأدب فيما استأذن بدق الباب ونحوه، فقيل له من أنت؟ فينبغي أن يذكر اسمه سيدنا جبريل عليه السلام، وهو من الملائكة وله ميزة عن سائر الملائكة أنه الملك الموكل بالوحي، ومع ذلك فها هو يستأذن على ملائكة السماء ويقولون له من أنت؟ فيقول أنا جبريل. فهذا أدب عظيم نتعلمه، لما تروح تزور حد دق على الباب الأول، دق على الباب، لما يقول مين ما تقولش انا وتسكت. لا، في مره واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا، فقال صلى الله عليه وسلم انا كانه كريم، لا قل انا فلان. رقم 2 للسماء ابواب حقيقيه وحفظه موكلون بها. رقم 3 يجب على من اراد ان يدخل بيتا ان يستاذن. رقم 4 من الفوائد استحباب لقاء اهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم، فقد رأينا كيف استقبلت ملائكة السماء الحبيب صلى الله عليه وسلم ورحبوا به، وإن كانوا هم الملائكة. رقم 5 من الفوائد جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. رقم 6 جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. رقم 7 من الفوائد كثرة عدد الملائكة وأن منهم زوار البيت المعمور. إذا أيها الأحبة الكرام، هذه هي قصة الإسراء والمعراج، أو إن شئت فقل معجزة الإسراء والمعراج. ونختم بهذه الأبيات للإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، حيث قال: وبعد عام مع نصف أسريا، وبعد عام مع نصف أسريا، به إلى السماء حتى حظيا، من مكة الغراء إلى القدس على ظهر البراق راكبا ثم على، إلى السماء معه جبريل، فاستفتح الباب له يقول مجيبا: إذ قيل له من ذا معك؟ مجيبا: إذ قيل له من ذا معك؟ محمد معي. فرحب الملك، ثم تلاقى مع الأنبياء، وكل واحد لدى سمائي، ثم علا لمستوى قد سمعا صريف الأقلام بما قد وقعا، ثم دنا حتى رأى الهلال، ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاها، أوحى له سبحانه ما أوحى، فلا تسل عما جرى تصريحا، وفرض الصلاة 50 على
أمته لخمس أنزلا، أمته حتى لخمس نزلا، والأجر خمسون كما قد كان، وزاده من فضله إحسانا. فصدق الصديق ذو الوفاء، وكذب الكفار بالإسراء، وسألوه عن صفات القدس، رفعه إليه روح القدس، جبريل حتى حقق الأوصاف له، فما تقوله خلافا، لكنهم قد كذبوا وجحدوا، فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا بحبيبك ومصطفاك فاحشرنا معه في جنانك، جنان الخلد يا رب العالمين، في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا قيما ويقينا صادقا، ونسألك النجاة من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى هذا الحد الكفاية. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع استكمال كتاب رياض الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.